عرفوا ان دار الشروق بتطبع كتب القرضاوي وحسن البنا بقى اكتر من 30 سنه، عرفوا انها في قوائم الاكثر مبيعا بتاعتها حاطه كتب لحسن البنا، ولو انت بتوزعي لها بتفرض عليك انك تاخديها، فعرفوا الكلام ده، واخده بال حضرتك؟ فمجرد السخط الشعبي والغضب الشعبي هم خلاهم هم اللي شالوه، وهو ده الصح، ده اللي المفروض يبقى في المجتمع. المجتمع لازم مجتمع واعي، وهو اللي عنده ناقد وعنده فرس. يعني انت ما تجيش تكلمني انا ان ناشر باع الكتاب ده عندي، لا، انت روح حزم